أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذان کے بعد کی دعا. أذان کے بعد کی دعا. اللهم اللهم رب رب هذه الدعوة هذه الدعوة هذه الدعوة التامة هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعة وارزقنا شفاعة وارزقنا شفاعته يوم القيامة وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ترجمة ترجمة أي الله أي الله اے پروردگار اے پروردگار اے نہیں بولیں گے اے پروردگار اے پروردگار اس پوری پکار کے اس پوری پکار کے اور قائم ہونے والی نماز کے اور قائم ہونے والی نماز کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کو وسیلہ وسیلہ اور فضیلت اور فضیلت اور بلند درجہ اور بلند درجہ عطا فرما عطا فرما اور ان کو اور ان کو مقام محمود میں مقام محمود میں کھڑا کر کھڑا کر جس کا تو نے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ان سے وعدہ کیا ہے اور ہم کو اور ہم کو قیامت کے دن قیامت کے دن ان کی شفاعت سے ان کی شفاعت سے ان کی شفاعت سے ان کی شفاعت سے بہرے مند کر بہرے مند کر بے شک بے شک تو تو
وعدہ خلافی نہیں کرتا. صدق اللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاظ کو صاف ادا کیا کریں. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.